أنا بنت من بنت المؤسسة من أنا وصغيرة. قداش كان عمرك؟ أنا وصغيرة بالمؤسسة يعني من أول ما خلقت. أنا ما كنت واعية لكن هن جابونا النيابة العامة من قبل النيابة العامة. ليش؟ لأنه تركونا أهلي. تركوك أهلي؟ وأنت هلأ عمرك 21 سنة ما بتعرفي أهلك. بتشوفي أمك وأبوك؟ إيه. بتقولي ليش أمك وأبوك خلوك تيجي لهون؟ ما بعرف أكسي. بكرة فلع على البيت. بكرة بتفلع على البيت بتشوفيهم؟ بعد بتجي. بكرة. وبترجع بتجي؟ إيه. هل أنت أمك وأبوك موجودين؟ إيه. مين بتحب أكتر؟ أمي. ليش؟ أنا استغنت عني وعيشتني وعملت المستحيل حتى نعيش. طلعوا أمي وبي أنا صغير. تزعل انت بس تذكر هذا الموضوع؟ لما كنت قبل عم توعي شوي شوي ما سألت عن امك وبيك؟ هلا ما بدك تعرفي من امك وبيك؟ اوقات بقول بلا بحب اعرف. اذا شفتي امك معقول تحسي فيها؟ ما بعرف يمكن ارجع احس فيها.